خوتي المغاربة، السلام عليكم. قبل ما نبداو الاخوان، بغيتكم هذه الحلقة ديروا ليها لايك، الله يجازيكم بخير، وبغيتكم تخليوا لي شي كومونتير، وبغيتكم تبارطاجيو هذه الحلقة. راك كتشوف وكتفرج وما تنساش دير لايك، ما تنساش تخلي كومونتير. واحد خينا قال لي ما تبقاش تهضر على المواضيع السياسية، حيت المواضيع السياسية زعما عندها مواليها. متفق معاك، عندها مواليها، ولكن احنا ولا انا نهضر على راسي، انا كنهضر على المواضيع السياسيه بصفتي، ماشي كصحفي، ماشي كنقابي، ماشي كمثلا مشارك في واحد الحزب. انا كنهضر بصفتي كمواطن كيهضر في القهوه، ولا كيهضر في دارو، ولا كيهضر مع اصحابو. حتى انا كنهضر قدام الكاميرا وكيشوفوني واحد 3000 4000 50000 على حساب شحال من واحد كيشوفني. كنهضر مع خوتي المغاربه. المواضيع السياسيه خصنا نهضروا عليها، حيت الا ما جيتيش حتى تهضر على المواضيع السياسيه، رغم انك حتى كتهضر عليها، كتهضر عليها غير ما بينك وما بين راسك، وكتهضر عليها في القهوه، وتهضر فيها مع صحابك، حتى كتهضر ومخبي. انا كنهضر وبين لكل شيء، ياك؟ اذا الا ما كنتيش حتى كتهضر وانا كنهضر، شكون اللي غادي يهضر؟ حنا ما نهضروش في المواقع ونخليهم هما السياسيون المسؤولين في الواقع يديروا فينا ما بغاو، ياك؟ لا سيدي، لا، خاصنا نهضروا لعل وعسى يكون تغيير. وشتي اللي كيهدر راه عنده غير على هاد البلاد، راه عنده غيره وحرقه على هاد البلاد. راه حنا هاد البلاد بغيناها تمشي مزيان. نجو الموضوع ديالنا الاخوان، اللي هو ان الوكيل العام، ياك، غادي استدعى حميد شباط على حساب جريدة برلمانكم بتهمة الاختلاس الأموال العمومية. وكيل العام كنحييو تا هو من هذا المنبر، استدعى سي حميد شباط باش يسولو، باش يحقق معاه على الأموال وعلى الفلوس وعلى هذا. كيف ما كتعرفوا الإخوان، أن حميد شباط هو عمدة ديال فاس، هو سياسي كبير ومعروف، ولكن عجبني هذا القرار اللي خداه السيد وكيل العام من اجل التحقيق معه في هذه القضيه وفي مجموعه ديال القضايا. والله العظيم الا ملي كتحرك المسطره القانونيه والقضائيه في حق مسؤولين، راك تقول راه القانون ما كيطبقش على المواطن فقط. الحمد لله القانون مطبق على اي واحد، وهذا الشيء كيخلينا اننا نزيدو نثقوا في القضاء، وكيخلينا نزيدو نثقوا في المسؤولين ديالنا ملي كنقولوا ولا ملي تنسمعوا بان مسؤول بحال المبديع تعتقل. راه ملي كتقول مبديع في الفقيه بن صالح، ويا كتقول مبديع في المغرب، عرفتي شكون هو مبديع؟ راه هو ما ادراك هو ما هو مبديع، فهمتيني؟ راه مبديع نيتش السيد، راه كان داير حاله، راه ماشي جاو اعتقلوا هكاك. هنا كتقول راه الحمد لله باللي حنا في واحد البلاد اللي فيها الامن، وحنا مامنين، وشي اجمل حاجه في هاد البلاد هو يكون فيها الامن. والله العظيم اخوتي المغاربه كنهضر معاكم من القلب، شتي البلاد كيف ما بغي يكون نوعها، واخا تكون ما عاد فين واصله، الا ما كانش فيها الامن راه ما كاين حتى شي حاجه. الامن هو كل شيء في البلاد. علا نسولك دابا انت لا عندك فلوس ولا ما عندكش فلوس، باغيتي تدخل على دارك وما كانش الامن، غادي تنعس في داركم؟ ها كره دخلوا لك، كره صفاو لك، كره داو لك كاع اللي كتملك، يديو لك مرتك، يديو لك ولادك، يديو يصفي يديوك حتى هزك حتى كلك يديوك. ولكن ملي الحمد لله عدنا الامن، راه الامن، راه نقول لكم واحد القضيه، راه هو العمود الفقري ديال البلاد، راه هو الصحه ديال المواطن. كاينه صحتك اللي هي ديالك ملكك، وكاين الصحة ديال هاد الوطن، ديال هاد البلاد السعيدة، اللي هو المخزن اللي هو كيحميها. ودابا الحمد لله الإنسان كيقدر يخرج للشارع ما يقدر يتلقى ليه حتى شي واحد، راه يقدر يمشي إلا يتلقاو لك ولا هذا لك تي حية. كاينين حالات استثنائية، دابا حنا كنهضرو على الحالات العادية، كتم غادي في الشارع، تجلس في القهوة، تمشي لأي مكان، ما كيتسافر، تمشي تجي، ما كاينش اللي يدوي معاك، أدخل على سوق راسك، ما كاينش اللي يتكلم معاك ولا اللي يقول لك السلام عليكم. علاش؟ لان البلاد مبنيه على الامن، والامن هو اجمل حاجه في الدنيا.
سير لاي بلاصه. نقول لكم واحد القضيه الاخوان، شي دروك على ليبيا، ليبيا راه عندهم واحد الشارع فيه واحد الفراشات، وداك الشارع كبير بحال قلتي حنايا السوق ديال اللي كيعمر مثلا من السوق الاسبوعي مثلا، هما عندهم واحد السوق كيعمر فيه الفراشات. اش كيبيعوا فيه؟ كيبيعوا فيه القنبول، كيبيعوا فيه الفراده، كيبيعوا فيه القرطاس، مكحلات، فهمتيني؟ يعني اي واحد ممكن يمشي يشري فردي ولا يشري مكحله وهذا، فهمتيني؟ ويجي القهوه يتيرفك ويزيد في حالك، فهمت؟ يعني حنا راه ممنوع سلاح موس جنوي تهزو في الشارع، هذا الشيء ما يمكنش، تهزو مشيتي سالينا. علاش الامن؟ الامن، تصور معايا واحد يمشي يشري فردي ب 10 دراهم ولا 20 درهم تمريع في القهوه، يجي واحد يحطه قدام الطبله، يلا تزايد معاه في الكلام، يزدك الفردي ديالك بق قتلك زين، شاف سالينا الفيلم. الحمد لله، علاش حنا كنقولوا بلي هاد البلاد الامن ديالها زوين؟ الحمد لله وشكره. كون عندك فلوس ولا ما يكونش عندك، راه لما كان الامن ما كاين والو، ما كاينش البلاد، ما كاينش بلاد، صافي فين هي البلاد؟ باقا غتسمى دي دوله، راه غتسمى غابه، غيولي القوي هو اللي يقتل الضعيف، صافي. ولكن الحمد لله ان هاد البلاد فيها الامن، الله يحفظوا لينا، قولوا امين. والله العظيم قسما بالله ويخطانا المخزن تنفرشوا بعضياتنا، اقسم بالله تنفرشوا بعضياتنا. مهم الاخوان، انا في اعتقادي كنتمنى ان جميع المفسدين وجميع المبدعين يتم الاعتقال ديالهم واحد بواحد، وحنا كنشوفوا بعينينا، لان حنا بصح عيينا من داك راه مسؤول ما يقدرش يتحكم، واحد راه ما عرفش شنو ما يقدروش يحكموا عليه، واحد راه ما يقدروش يصيفطوه للحبس، واحد راه عنده الفلوس راه يقدر يشري السجن ديالو. هادشي الاخوان ما بقاش، وهادشي كاين ولكن حالات استثنائيه، ولكن الحمد لله على كلين. الاخوان والله العظيم الى الحمد لله ونشكروه، هاد البلاد واخا ما فيها الشغل وما فيهاش مثلا ما فيهاش الطب، ما كنتعالجوش كيف بغينا، اي متفقين حنايا مقصحين في هادشي، ولكن كيبقى عندنا الامن شي حاجه اللي هي مهمه قسما بالله الا مهمه. راه شوف دابا غير شي واحد مسكين كيدكريسه في الطريق، ماشي كيبقى فيه الحال، كيمرض تيقول لك انا تحقرت. راه اصعب حاجه هو تحس بالحقره في بلادك ومحقور، ولكن الحمد لله ما كنتحقروش في بلادنا. تحياتي لكم الاخوان اينما كنتم، والسلام عليكم.